بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذا الحدث يخدر في إطار سلسلة من التجمعات خاصة المتعلقة بالمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب. هذا النشاط أيضا يدخل أيضا في إطار برنامج السيد عبد المجيد تبون المترشح الحر، وتكتل كل المجتمع المدني والشباب الحر حوله والتفافه حول برنامجه الواعد الذي ينبئ بمستقبل زاهر للجزائر واستمرارية أيضا المشاريع التي تم البدء فيها وأيضا إنهاء المشاريع التي لم تكتمل، وهذا في إطار دعم مؤسسات الدولة وفي إطار استراتيجية الدولة الجزائرية. نحن كلنا مع هذا المترشح، قناعة منا ببرنامجه، قناعة منا بمنجزاته، قناعة منا بأنه قادر على قيادة المرحلة القادمة بكل تحدياتها الجيوسياسية الداخلية متعلقة بالأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن المائي، الأمن العسكري أيضا، وكل ما يتعلق بالأمن الذي يحقق في جملته الأمن القومي.